السلام عليكم. النهاردة هنشرح درس بسيط قوي اسمه Mass and Weight. تمام، الدرس ده Unit 1 Grade 6 الترم الأول. أول حاجة هنسأل سؤال صغير كده، انتوا شايفين الجملة دي صح؟ Do you think this statement is right? Net weight is 5 kilogram. اوكي طيب تمام، ده هيدخلنا لحاجة تانية أهم بكتير. What is the difference between mass and weight? Do you think mass and weight are the same thing or not? Okay. فده هيدخلنا للobjectives بتاعت اللسن. We will learn in this lesson three objectives. The first one is the definition of mass and how to measure it. The second one is the definition of weight. And the third one, the relationship between them. The relationship between mass and weight. تمام، هنخش أول حاجة على the definition of mass. إيه هو the definition of mass؟ تفتكروا إيه هو؟ أنا لما بحط دلوقتي عندي على الميزان، بحط مثلا بطاطس، بحط طماطم، بحط أي حاجة على الميزان، الميزان بيقيس لي وزن، بيقيس لي mass. إيه هو الماس بقى؟ First thing, it's the amount of matter in an object. تمام، يبقى ايه هو الماس؟ It's the amount of matter in an object. يعني قد ايه من الماتر موجود في object، قد ايه من السيلز اوف الطماطم مثلا موجود في الاوبجكت، في الاوبجكت ده. يعني انا عندي قد ايه موجودين من الحاجه في الاوبجكت بتاعي. اوكي، مفهومه كده؟ بيتقاس اليونت بتاعت الميجرمنت بتاعته هي جرامز او كيلو جرامز. عموما دي طبعا، والجرامز اقل طبعا من الايه، من الكيلو جرامز. تمام، ايه الديفايس اللي بنستخدمه؟ بنستخدم different types of scales. احنا عندنا زي مثلا البالانس سكيل، وده شكله. تمام، احنا عندنا مثلا عندنا طرق كتير قوي نوزن بيها، منهم البالانس سكيل ده زي اللي بيبقى تقريبا عند بتاع الخضار. تمام، هنخش بقى على تاني حاجه وهي الويت. تمام، دلوقتي انا لو جبت البطاطس دي وطلعت بيها القمر، هتفضل مكانها ولا هتطير؟ يعني على اساس ان احنا عارفين ان القمر ما فيهوش جرافيتي، الجاذبيه، فبنطير. تمام، بس وزن الحاجه او الماس بتاعها، الكتله بتاعتها، هتفضل هي ولا هتتغير؟ فاحنا هنلاقي ان الماس هيفضل هو على القمر. لو جبت الميزان، نفس الميزان اللي انا قست بيه على الارض واخدته وطلعت بيه القمر، هيفضل الماس بتاعي هو. لكن الويت بقى لا، الويت هي حاجة تانية خالص. It's a very very different definition. هو ايه؟ الفورس by which the body is attracted to the earth. تمام، اوكي، قد ايه ال earth بتاعتي بتعرف تعمل فورس انها تأتراكت ال body اللي عندي لل earth دي؟ يعني ازاي، ايه الفورس اللي بتقدر تعملها تخليني اشد ال object بتاعي لحد الارض؟ تمام، يبقى انا دلوقتي عندي لو هي حاجة كبيرة قوي او حاجة الماس بتاعها كبير قوي، هلاقي ان هي بتتشد اقوى من ان حاجة اصغر، فهلاقي الويت بتاعها اكبر، which makes sense. تمام، عندي بقى اليونت بتاعتها it's very different، هي نيوتن. نيوتن دي اليونت اللي بنقيس بيها الويت. تمام، وعندي بقى البالانس اللي بنقيس بيه it's a very different balance، اسمه ايه؟ spring balance. وده شكله. ايه اللي بيحصل؟ ان احنا بنحط الاوبجكت بتاعنا في الهوك اللي موجود اللي تحت ده، بنحط الاوبجكت بتاعنا فيه وبنمسك وبنعلقه من فوق، ونمسكه بايدينا من فوق كده. الديستنس بقى اللي بينزلها على السكيل هي دي النيوتنز بتاعتنا، قد ايه الارض عملت فورس علشان تشد البادي ناحية ال earth. اوكي تمام، ودلوقتي بقى هنعرف ال relationship between ال mass and weight. تمام، فلاقي ان ال weight equal ال mass time ال g. ال g it's acceleration due to gravity، وعلى الارض ال acceleration due to gravity دي هي 10 meter per second square.
فهلاقي عندي ايه دلوقتي؟ ان انا لو عندي دلوقتي مثلا سي ان انا على القمر، القمر تقريبا I think ان كانت الجي بتاعته على الاكسلريشن due to gravity on moon is about 1 تقريبا، فهلاقي ان الويت بتاعي على لو عندي مثلا 1 كيلو جرام من any object موجود عندي على على المون تايمز 1، فهيبقى الويت بتاعي 1. اوكي، وايل ان انا لو حطيت الاوبجكت بتاعي ده على الارض ولقيت الويت بتاعي على على الارض هلاقيه كام؟ هلاقيه 10، لان 1 تايمز 10 ايكوال 10، فهلاقي ان هو 10 نيوتنز. اوكي كده، بس الماس اتس ذا سيم اون ايرث اند اون مون. خدت البالانس بتاعي، جبت الميزان بتاعي، طلعته القمر، حطيته على الارض، هلاقي ان ال 1 كيلو جرام هي ال 1 كيلو جرام ما بتتغيرش، لكن الويت هو اللي بيتغير. مسكت السبرينج سكيل ده لو حطيته على مسكته وحطيته على القمر واخدته معايا القمر وعملت بيه، هلاقي ان لا الموضوع مختلف تماما، وهلاقي عندي ان الويت مختلف تماما، هلاقيه مديني هنا 1 لكن على الارض هيديني 10، عشان الفورس او الجرافيتي بتاعت الارض اقوى بكتير قوي من الجرافيتي بتاعت المون. تمام كده، هنعمل بقى الراب اب سريع كده عشان نعرف احنا فهمنا الدنيا ولا لا. اول حاجه عندنا الماس والويت، هنعمل كومباريزن كده بسيطه. هلاقي ان الماس الديفينيشن بتاعه هو قلنا زي ما احنا قلنا الاماونت اوف ا ماتر ان ان اوبجكت، قد ايه من الماتر موجود عندي، يعني مثلا سي قد ايه السوليد موجود عندي في الازازه دي او في البطاطس ده. تمام دلوقتي يعني. لكن وايل بقى ان الويت هو ايه؟ الفورس باي ويتش ذا بودي از اتراكتد تو ذا ايرث. يعني انا دلوقتي لو يعني سبت مثلا البطاطس او البطاطسايه كده خدتها قمت رميها على الارض، هلاقي ان هي بتنزل قد ايه بقى فورس الجرافيتي بقى بتشدها بقوه قد ايه، هي دي ده الويت. تمام اوكي، ال unit بتاعت الماس is grams or kilograms while the weight is newtons. ال devices اللي بنوزن بيها الماس is balance scale while of the weight is spring scale. تمام كده، هندخل بقى على الأسئلة بسيطة كده عشان نعرف احنا فاهمين الدنيا ولا مش فاهمين. ماشي، أول واحد choose weight is measured in a And what do you think? Grams ولا kilograms ولا newton? Right? It's a newton. تاني سؤال عندنا ال mass is measured by which scale? Spring ولا balance? بالظبط كده، هو ال A ال balance scale. تمام، تاني أسئلة عندنا بقى دي هسيبها لكم انتوا تجاوبوها، وأعتقد إن هتبقى سهلة عليكم قوي. أول سؤال The weight on earth is the same as on moon. يعني أنا لو دلوقتي ال weight بتاعي هو على الأرث زي هو على المون ولا لأ؟ ده أول سؤال. تاني سؤال الماس is measured in newton. Do you think this is right or wrong? Okay. وعندي بقى سؤال definition كده answer the following question بسيط قوي write the definition of weight. و I think إن انتوا فهمتوه فهتقدروا بسرعة قوي إن انتوا إيه تجيبوه. طب دلوقتي بقى do you think إن ال page اللي شفناها في الأول خالص اللي احنا قلنا لما النت ويت از 5 كيلوغرام دي كانت ستيتمنت رايت ولا لا؟ اعتقد ان انتوا دلوقتي تقدروا تجاوبوا على السؤال ده بسهوله قوي. ماشي، ميرسي ليكم جدا، ميرسي ليكم جدا على حسن الاستماع، ويا رب تكونوا فهمتوا معايا الدرس النهارده، وان شاء الله ومع نفهم نتعلم ببساطه.